صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. يعني بنتابع معاكم خبر مهم جدا، عدد كبير من وسائل الاعلام في العالم كله بات تتناقله، هو وفاة بطل الكيك بوكسينج فريدريك سينسترا والمعروف باندرتيكر، وهو الملاكم البلجيكي الشهير. طبعا هو برضه بيطلق عليه اندرتيكر، دي صورته غير مارك ويليام اندرتيكر اللي كلنا عارفينه، لكن هو مشهور بهذا اللقب في بلجيكا، وهو وفاته عن عمر بيناهز 41 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا. يعني ليه هذا الخبر بياخد حجم كبير جدا في وسائل الإعلام؟ هو لأنه وراه قصة، هو كان بيستخف بفيروس كورونا وكمان باللقاح ورفض إن هو ياخد اللقاح. خليني أقول لكم قصته سريعا. فريدريك سينسترا رفض إن هو ياخد اللقاح المضاد لفيروس كورونا في وقت ما، لكن من أسابيع قليلة تحديدا في نهاية نوفمبر اللي فات أصيب بفيروس كورونا ودخل المستشفى في بلجيكا بعد ما أجبروا مدربه على طلب المساعدة الطبية، ونشر صور ليه وهو يعني موجود على السرير زي ما احنا شايفين كده في الصورة في العناية المركزة، وهو مركب أنبوبة الأكسجين، لكن خرج بعد فترة قصيرة وقال لكل الناس وقال لمتابعيه انه هيستكمل علاج الفيروس الصغير على حد قوله. برضو يعني حتى بعد اصابته كان بيوصفه بالفيروس الصغير في المنزل، هيكمل علاجه في البيت. لكن المفاجأة هي انه اندرتيكر زي ما بيقولوا عليه في بلجيكا اتوفى نتيجة المضاعفات المتعلقة بفيروس كورونا. كان فريدريك سينسترا نشر موقع او نشر مقطع فيديو على حسابه على فيسبوك، وكان باين فيه وهو يعني بيعاني عشان يتنفس بشكل جيد، وكتب ان هو ما عندوش وقت يضيعه مع الاشخاص الكسالى، ورفض القيود الحكوميه اللي فرضتها بلده لاحتواء فيروس كورونا، وقال انه الفيروس الصغير لم يمنعه من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي اثناء وجوده بالمستشفى. كان هو يعني نشط بشكل كبير جدا على الانترنت حتى يوم 13 ديسمبر اللي فات، لكن اتوفى بعد تعرضه لسكته قلبيه. وبوفاته بينضم سينسترا لا يعني حوالي بيتكلم في 28,149 شخص في بلجيكا فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا المستجد. طبعا هي قصة لقت تفاعل كبير جدا، لان هي شبه كمان قصص كتير حوالين العالم، ناس كتير لسه لحد النهاردة بعد اكتر من سنتين معاناة في العالم كله مع فيروس كورونا، لسه في ناس بتتكلم عن انه فيروس صغير او مش صغير، واللقاح مش مهم او مش مهم، وغيره من المناقشات المفروض نكون تجاوزناها بعد هذه الفترة. وهو كمان سنه صغير، احنا بنتكلم يعني عنده 41 سنة، فلازم ناخد بالنا كويس جدا من هذا الموضوع، ونخلي بالنا ان القصة دي ممكن تتكرر كتير يعني في المستقبل خلال الفترة اللي جاية في اماكن كتير في العالم، وحتى لناس رياضيين، راجل ملاكم يعني بيلعب كيك بوكسنج وبطل كبير في بلجيكا. احنا بنشكركم بالتأكيد على متابعتنا، كل متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان، على متابعتكم لينا في هذه التغطية، واستنونا بالتأكيد على مدار اليوم في تغطيات جديدة على مدار الساعة. إلى اللقاء.